حضر حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مادبه العشاء التي اقامها اخوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه الشقيقه تكريما للمشاركين وضيوف المملكه في المهرجان الوطني للتراث والثقافه في دورته الثلاثين في منطقه الجنادريه